وفديناه بذبح عظيم، ذبح الأضاحي اللي يعتبر من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك. بالتأكيد حاجة اللي بيقدر عليها بيحب يعملها جدا، وزي ما هو معروف في اشتراطات دينية يجب توفرها في الأضحية، لكن كمان في اشتراطات اجتماعية، وما ينفعش أبدا تقول إن أنا بأتمم ديني وأنا بأذي غيري، أو أنا بعتدي على حق غيري، أو أنا بسيء للمجتمع أيا كان. لكن الدولة بدأت ومن سنوات طويلة بسبب شكاوى من سوء التطبيق لبعض الأمور في بعض، بقى دلوقتي الموضوع ما بقاش إن إحنا بنقول للناس الله خليك راعي جارك ولا خلي بالك، الحكاية إنها لازم تكون أكثر انضباطا عشان البيئة، وزي ما اتفقنا عشان أمور كتير واشتراطات للذبح نفسه، في غرامة على المخالفين لهذه الاشتراطات الصحية بالأساس. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة معانا على التليفون، ممكن يفسر لنا، يقول لنا الأول التفاصيل والاشتراطات، وكمان يعني بلاش سيرة الغرامات إن شاء الله ما نبقاش محتاجين نوصل للغرامات. مساء الخير دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير يا دكتورة دينا، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل عام وكل شعب مصر بخير يا رب. دكتور محمد، المفترض أن وزارة الزراعة في اشتراطات معينة للذبح، وأنه الذبح بالتأكيد ما يبقاش بيجور على حق الغير ولا على حق المجتمع ولا البيئة، بس من فضل حضرتك لخص لنا كده إيه اللي مطلوب من شخص عايز يذبح الأضحية بنفسه، ومش مفضل أنه مثلا يشتري صك أضحية أو أنه يشارك بطريقة ما في أنه يقدم الأضحية بطريق غير مباشر وأنها تقدم عنه بشكل لائق، إيه اللي هو مفروض ينتبه إليه حتى لا يتعرض لتطبيق الغرامة؟ يعني الأول سمحني أشكر حضرتك، والحقيقة حضرتك عارفة أن اللي بيحاول يقدم أضحية أو بيذبح هو بيذبح علشان خاطر يتقرب إلى الله، وبالتالي ده بيكون محتاج أن هو يحافظ على نفسه ويحافظ على بيته وأسرته وأهله، ويحافظ كمان على اللحمة اللي هياكل منها واللي هيأكل منها أهل بيته وجيرانه وأحبائه. علشان كده احنا عندنا في وزارة الزراعة احنا رفعنا درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة وكافة البحريات البيطرية وأيضا كافة الأطباء العاملين في المجازر، وألغينا كل الأجازات بحيث أن اللي حابب أن هو يضحي ويضمن فحص جيد وسليم لأضحيته يقدر يروح لأقرب مجزر ليه. واحنا عندنا مجموعه من المجازر بتخطي تقريبا كل انحاء الجمهوريه، طبعا بالتنسيق مع وزاره التنميه المحليه بتتوافر هذه المجازر، وبنقوم بتقديم الاضاحي لخدمه الفحص الاضاحي للمربيين او للمواطنين، بحيث ان احنا عندنا بيضمن فحص قبل الذبح، وفحص اثناء عمليه الذبح، وفحص بعد عمليه الذبح، وده بيضمن جوده اللحوم المقدمه للمواطنين بشكل كامل. يعني يا دكتور محمد، هو في حد هيعمل الثلاث فحوصات دي؟ ما اعتقدش. يعني هو الناس بتشتري الأضحية وبيتفق مع جزار وبينطلق، بقى هو بيختار المكان والزمان، وحتى في ناس بتخالف فكرة ان هي تبقى بعد الصلاة، في ناس بتذبح قبل الصلاة، فبرضو حضرتك صلح لنا. انا عارفة ان دي حاجة شرعية حضرتك ممكن ما تكونش مختص بيها، لكن هو السؤال هل في حد فعلا ممكن يعمل كده ويلجأ لوزارة الزراعة؟ يعني معقولية هذا؟ هو اولا احنا عندنا الجزار، هو بيقدر يجيب الجزار بتاعه، بس هو كل الحكايه المكان اللي هيذبح فيه، لان هو ما بيكونش المكان غالبا مجهز، حتى لو كان مجهز اكيد مش هيبقى فيه كل المعدات اللي موجوده في المجازر، فهو بيقدر ان احنا نقدم له المكان ده اللي هو المجزر كمكان مجاني بعمليات فحص بالكامل بيقدمها مجاني، وهو بيعمل كل عمليات الذبح اللي هو عايز يمارسها، بس بيمارسها في مكان امن وبيطبق اشتراطات ومعايير صحيه سليمه تحافظ له على اللحمه بتاعته، ومجاني بدون اي تكلفه ماليه. الحاجه الثانيه، هو دلوقتي يقدر ان هو الطبيب البيطري بمجرد ما بيروح الذبيحه او بيروح الحيوان عشان يدخل في عمليه الذبح بيقوم بفحص الحيوان ده ظاهريا قبل دخول المجزر علشان يتاكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات الصحيه والطبيه ويضمن جوده اللحوم اللي هتطلع منه. ثم اثناء عمليه الذبح بيكون هذا الطبيب بيشرف مع الجزار او بيتابع مع الجزار اجراءات عمليه الذبح للتاكد من جوده اللحوم وجوده عمليه الذبح
الناس والتاكد من سلامه الذبيحه. حضرتك قلت حاجه مهمه قوي، قلت ده بدون اي تكلفه، يعني هل ده الوزاره بتقدمه بدون تكلفه ولا طبعا في تكلفه الجزار والناس اللي بتقدم الخدمه؟ هو تكلفه الجزار وتكلفه الخدمه دي هو بيجيبها الراغب في الاضحيه، انما احنا تكلفه المعدات، تكلفه تشغيل المكان، تكلفه الاطباء البيطريين اللي بيقوموا بالفحص، الطبيب البيطري بالكامل بيقدم هذه الخدمه مجانا ما بياخدش اي مقابل، ده جهد مشكور تقديم هذه الخدمه. طيب دكتور محمد، ماذا اذا حدث انه، وانا عارفه انه بنشوف كده مؤخرا برضو ده كان خطوة إيجابية، نوع من الشوادر كده في الشوارع بتبقى في مناطق محددة بالاتفاق مع الأحياء. قولي برضو، هل الشوادر اللي موجودة في بعض المناطق دي بإشراف وزارة الزراعة وفيها أطباء متخصصين، ولا دي بس برضو محاولات من الأهالي كده لأنه يبقى المنظر يعني ما فيهوش إساءة وما بيبقاش تحت البيت؟ ولو بنتكلم على عمليات الذبح، فنقاط الذبح محدده ومعروفه وبتحددها وزاره التنميه المحليه، وبيتواجد فيها اطباء بيطريين من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتنسيق يعني مع من خلال وزاره الزراعه، ودي بتقدم الخدمات بالمجان بالكامل. في اماكن شوادر بتقوم ببيع اللحوم الحيه، واحنا من خلال هذه الشوادر احنا بنقدم خدمه الفحص والمعاينه، بيتشكل فرق عمل من الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومن مديريه الطب البيطري وايضا من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، بحيث ان هم ينزلوا ويعملوا عمليات متابعه وفحص لجوده التغذيه وجوده التغذيه وجوده الرعايه البيطريه المقدمه للحيوانات اللي هتتباع كاضاحي، علشان نضمن سلامتها ونضمن جودتها، وبالتالي يبقى في حفاظ على صحه المواطن وجوده اللحوم المقدمه للمواطن. زي بالظبط ما بنفحص اللحوم الحمراء اللي هي بتتباع بعد الذبح في اماكن بيعها وتداولها، بحيث نضمن دايما جوده منتج امن وسليم للمواطن المصري. بالتاكيد. طب دكتور محمد، ماذا اذا حدث العكس؟ انا عارفه انه ممنوع تماما انه حد يذبح اضحيه تحت بيته، انه يبقى في الشارع، ممنوع تماما انه يبقى في ممارسات ذبح في اماكن عامه، لكن ماذا اذا حدثت مخالفه؟ المخالف عقوبته ايه؟ والمتضرر يلجأ لمين؟ يعني يشتكي ازاي؟ يعني خلينا نقول، هو اولا بالنسبه للشكوى يقدر يشتكي للخط الساخن او لاقرب مديريه طب بيطري او لاقرب اداره بيطريه، هيقدر يقول له على لو في حد بيعمل مخالفه في عمليه الذبح. دي اول حاجه. ولكن احنا يعني قبل ما نتكلم على المخالفه، فاحنا بنتكلم على ان ده بيقدم حاجه لوجه الله المضحي، وهو بيبقى حريص كل الحرص انه يقدم افضل ما لديه، لان ده رايح لوجه الله، فلا بد ان هو يحافظ على جوده ما هو مقدم لوجه الله. فبالتالي ابتغاء مرضات الله بيحتاج ان احنا نفضل نقدم افضل جوده حاجه او افضل حاجه، افضل شيء، لحوم، افضل لحوم وافضل منتج نقدمه لاقاربنا، لان احنا اللي هناكل من هذه اللحوم، وقرايبنا هم اللي هياكلوا منها، جيراننا، احبائنا هم اللي هياكلوا منها. ممكن يا دكتور محمد يقول لك انا مطمن، ولا يعني الذبح سليم وكل حاجه، القصه في المخالفه البيئيه، يعني انا بسال حضرتك عن النقطه دي. هو ممكن يبقى مطمن وكشف عليها واطمن، لكن هل الاشتراطات البيئيه بتقول عن مكان ممنوع في ممارسه ذبح الاضاحي؟ لانه بعض الجيران كل سنه بنشوف ده، انه يعني يوم العيد المفروض يبقى يوم لطيف وفي تهاني وانبساط، لكن بيبقى فيه خناقات وشد وجذب زي ما حضرتك بتقول كده، حد بيقدم اضحيه تقربا لله لكن بيسيء لكل الجيران وبيضايق الناس. فالحكايه دي، الاشكاليه دي اتفكت ازاي اداريا؟ وتاني حضرتك من فضلك قول لنا الخط الساخن رقمه كام؟ هو طبعا الخط الساخن يقدر يتواصل على ارقام 15500 او 19561، ده ارقام الخط الساخن لوزاره الزراعه وهيئه الخدمات البيطريه، واكيد هيلاقي كل التفاصيل اللي ممكن من خلالها يعرف اقرب مكان يشتكي فيه، او يعرف اذا كان ده في مخالفه بتطبق ولا لا، ويقدر يتواصل ازاي، واحنا بنقدم له كل الدعم الحقيقه. وفي عندنا غرفه عمليات مشكله لمتابعه مثل هذه الامور في وزاره الزراعه، وكل الدعم لكل اهالينا واخواتنا المواطنين. الحاجه الثانيه ان لو المخالفه موجوده، فخليني برضو نتاكد تاني ان اللي هيذبح هو مهما كان بيقوم بعمليات فحص، عمره ما هيكون المكان مجهز بنفس تجهيزات المقصر. عمره ما يكون الطبيب البيطري هيكون واقف له على الاضحيه او على عمليه الذبح قبل واثناء وبعد، عمرها ما هتكون حاصله غير داخل المجزر. فبالتالي الذبح داخل المجزر هو ضمان له قبل ما يكون ضمان ل
اللي هياكل من اللحمه او من المخلفه الفطريه دي. تمام. اول حاجه احنا عايزين يا دكتور، انا بس بسال في المعلوم، امتى نقول ان الشخص ده عمل مخالفه ويتم توقيع عقوبه عليه؟ هو طبعا اي ذبح خارج المجازر ده بيعتد بمثابه مخالفه، لان هو ما نضمنش، لان الموضوع الفحص مش بس مجرد جوده عمليه الذبح، ولكن اطباقات الفحص بتكون للوقايه من بعض الامراض اللي ممكن تكون سبب في انتقال من خلال اللحوم، اذا كانت ما يعني هذه الفحوصات او هذه الاجراءات ما تمش تطبيقها. فدي مجموعه اجراءات ومجموعه اشتراطات بيتم تنفيذها وبيتم تطبيقها على اعلى مستوى من خلال اطباء محترفين ومدربين داخل المجازر المصريه للتاكد من سلامه اللحوم المقدمه من خلال عمليه الذبح. فدي اجراء كبيره جدا، مش اجراء بسيط، مش شكل ظاهري فقط. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش، متحدث باسم وزاره الزراعه.